أنا بقى نروح من منتخب مصر للنادي الأهلي، حتى لو هنرجع للمنتخب لاحقا. شفت إن النادي الأهلي استفاد من فترة التوقف الأخيرة إلى أي درجة؟ وبرضو عايز أسألك على فكرة المطلوب إيه خلال الفترة الجاية، وخصوصا إن إحنا بنتكلم بقى على عندنا لسه سيمبا وعندنا المريخ. عندنا مباراتين الأهلي يا حضرتك في الاستحقاقات بتاعت أفريقيا أو في الدوري المحلي، بيبقى عينه على الأول وعينه على التفوق كأداء كإمكانيات لعبته وكبطولة. الأهلي استفاد الفترة اللي فاتت، مستر موسيماني أكيد لم اللعيبة كويس اللي هم خارج المنتخب، اشتغل عليهم زي مثلا الناس اللي كان عندها بعض الإصابات والناس اللي كان محملة أكتر في دوري كأس العالم الأندية والدوري المحلي أو في أفريقيا، فبرضه كان محتاجين فترات راحة دي تفرق معاهم، بس هي ما مش روحه سلبيه، روحه ايجابيه، بس ما فيهاش ضغوطات زي ما يكون في مباريات كل 3 ايام طبعا. فاكيد الفتره دي هتصب في مصلحه النادي الاهلي، وزي ما بيقولوا اعاده ترتيب الاوراق بالنسبه لبعض اللعيبه. مروان الفتره اللي فاتت بيتمرن كويس جدا في النادي الاهلي، وليد سليمان باذن الله راجع بقوه، بعض اللعيبه ايمن اشرف برده حالته افضل، ايمن اشرف لما برده الفتره انت عارف كان جاي طالع من اصابه طبعا. فالناس دي الفتره الجايه هتبقى ايه تركيزهم مع النادي الاهلي، لان خدوا فتره كويسه ومستر موسيماني اشتغل معاهم مفيش كل 3 ايام ماتش، كان عنده مساحه كويسه جدا يحضر اللعيبه ان شاء الله لاول مباراه بتاعه المريخ وبعديها مباراه سيمبا. فالاهلي ان شاء الله هيرجع بقوه، والميزه كمان اللي مبشره تالق شريف مع المنتخب، دي اضافه النادي الاهلي الحمد لله نمسك الخشب يعني مش لاقين خالص بالنسبه للشناوي بايك شناوي ماشي كويس جدا جدا بتفوق، برضو السوليه دول جايين من المنتخب جاهزين هيفرقوا مع تيم النادي الاهلي صحيح. حتى حمدي ربنا يشفيه يعني عمل شوط مميز جدا الماتش كينيا، وبذل مجهود كبير جدا في نص الملعب وادى اداء بقوه. كل بتوع المنتخب هيبقوا اضافه لفرقه النادي الاهلي ان شاء الله في المباراتين اللي جايين، سواء مع المريخ السوداني ومع سيمبا، وباذن الله الاهلي يتصدر، فأكيد استفدنا من فترة الراحة اللي فاتت. جميل.